انطلاقا من حرص سموه على الارتقاء بالمنشآت الرياضية واستمرارا للزيارات الميدانية، قام سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، قام سموه بزيارة تفقدية لمدينة خليفة الرياضية. واطلع سموه خلال الجولة الميدانية على مرافق مدينة خليفة الرياضية، وزار الصالة الرياضية وملحقاتها والمسبحة والمرافق التابعة له، واستدى كرة القدم ومرافقه، وتعرف سموه على أهم التحسينات والتحديثات المطلوب القيام بها لتهيئة جميع مرافق المدينة الرياضية لتكون جاهزة لاحتضان مختلف المسابقات المحلية وبالأخص نهائي الألعاب الجماعية التي تستقطب أعدادا كبيرة من الجماهير، بجانب البطولات الإقليمية والقارية والدولية. وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بأن المنشآت الرياضية تمثل واجهة حضارية لمملكة البحرين، وهو ما يستدعي مضاعفة الجهود من أجل أن تكون منشآت متكاملة بمواصفاتها الفنية والتقنية وفق أفضل المعايير العالمية. مؤكدا سموه حرص الهيئة العامة للرياضة بعد نقل تبعية كل من إدارة المنشآت وإدارة المشاريع إليها بمرسوم ملكي للعمل على تجهيزها وتهيئتها بالصورة اللائقة والمشرفة وفق نظام صيانة مستمر وبكفاءة وجودة عالية، لتشكل متنفسا لشباب الوطن ومصدر جذب لاستضافة كبرى البطولات الرياضية. وأشار سموه بأن مسيرة التحديث والتطوير يجب أن تتواصل على مستوى البنية التحتية الرياضية لخلق البيئة المناسبة للشباب البحريني ودعم الأندية والاتحادات الرياضية لاستضافة البطولات الدولية وعكس الصورة المشرفة عن الرياضة البحرينية، نظرا لما تشكله المنشآت الرياضية من واجهة لتعزيز السياحة الرياضية وتنمية الاقتصاد الوطني.